سألتكم قبل الفاصل، عارفين يعني ايه التفوق الديموغرافي؟ 99% مش هيعرفوا، بس مش دي المسألة. طيب عارفين يعني ايه سلاح التفوق الديموغرافي؟ ما اظنش برضو. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور جهاد الحرازين، استاذ القانون والقيادي بحركة فتح، وعايزين نناقش معاه اول حاجة هذا المصطلح، ما الذي يعنيه التفوق الديموغرافي ببساطة؟ يعني التفوق الديموغرافي هي بطبيعته أو الفكرة، المصطلح هو التفوق السكاني أو الزيادة في الزيادة السكانية أو العدد السكاني بما يحمل من مخاطر في المستقبل أو فيما يتعلق بقضايا معينة. المصطلح يتركز كيفية معدلات الخصوبة تكون عالية لدى فئة على حساب فئة أخرى أو ضد فئة أخرى، هذا يسمى التفوق الديموغرافي. كيفية قدرتك على جلب عدد كبير من السكان أو وضع عدد كبير من السكان ينتمون إلى جنسية واحدة يسمى تفوق ديموغرافي، وهو كما عرضتم في تقريركم الفكرة الإسرائيلية التي تنظر إلى حالة التفوق الديموغرافي بدراسات حتى 2020 يقول بأن عدد الفلسطينيين في الداخل سيصبح أكثر من 52% بمقابل 48% للإسرائيليين، وهذا يشكل خطر كبير على فكرة إسرائيل التي تتحدث عن يهودية الدولة وعن الفكرة اليهودية بأن تكون هناك دولة يهودية. هذا الأمر الذي قد نتطرق إليه في سياق الحديث أو في سياق الأسئلة، لأننا إذا وضعنا بتقديرات معينة آخر إحصائية سكانية عدد الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حوالي 4,950,000 مواطن فلسطيني، عدد الإسرائيليين في الذين يعيشون في دولة إسرائيل بلغ 8,800,000، من بينهم 1,850,000 فلسطيني، من بينهم 400,000 مسيحي، أي بنسبة 74% إسرائيليين، 21% هم عرب 48 أو عرب الداخل الذين يعيشون، بنسبة 4 أو 5% هم مسيحيين متواجدين. هذا الأمر عندما نتحدث بعدد الفلسطينيين المتواجدين حول العالم نجد بأن هناك ما يقارب من 12,700,000 مواطن فلسطيني أو فلسطيني مشتتين في كافة أنحاء العالم. هذا الأمر الذي يسمى أو تخشى إسرائيل بما يسمى بالتفوق الديموغرافي، لذلك تسعى إسرائيل دائما بعملية التفوق أن تجلب أو تستخدم هجرات لليهود من كافة أنحاء العالم حتى لو لم يكونوا بالأصل يؤمنون بالديانة اليهودية، وإنما فقط لزيادة العدد السكاني. وهذا يضع مجموعة من علامات الاستفهام حول هذه القضية. إسرائيل تستخدم مما يسمى بيهود الفلاشة برغم العنصرية التي تمارس داخل المجتمع الإسرائيلي على هذه الفئة وهذه الفئة المعينة من اللي تستخدم اليهود الروس، والذين أكثر من نصفهم هم يدينون بالديانة المسيحية والعلاقة لليهود. هناك حالات الاستقدام من كافة دول العالم في الرغبة من الهروب من الفقر، الهروب من المجاعة، وهذا الأمر الذي تسعى أو تعمل عليه الوكالة اليهودية العالمية أو الوكالة الصهيونية التي تسعى لاستخدام الهجرات لتعزيز عملية التوازن الديموغرافي حتى لا يكون هناك سيطرة. من هنا تأتي فكرة رفض إسرائيل لفكرة دولة واحدة أو دولة ثنائيات القومية.